اهلا وسهلا غزاله ديالي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله هذا لا فيديو يلقاكم في تمام الصحه والعافيه. رمضان مبارك علينا جميعا بالصحه وبالسلامه وبراحه البال وبجميع المتمنيات لكم جميعا. اليوم ان شاء الله نحضر معكم الباكلافا التركيه بلمسه مغربيه، بلمسه تقليديه مغربيه هائله البنات، الا جربتوها تعود معتمده عندكم. لهذا نبداو على بركه الله بلا ما نطولوا. غزالاتي كيف ما كتشوفوا عندي في المقادير، عندي نص كيلو ديال الكاوكاو مقشر، بيان سيغ غتنضفوه تمسحوه وديروه في الفران حتى يتقلى بحال هكا كيعود مقرمش. 250 غرام ديال الزنجلان، بيان سيغ حتى هو غادي يتغسل ويدار في الفران حتى يتقرمش. عندي جوج معالق ديال القرفه، عندي سكر سنيده، وعندي ما زهر، وعندي زبده مذابه، الزبده كندوبوها البنات. هادو هما المقادير ديال البقلاوه التركيه اللي غنديرها لكم بلمسه مغربيه وعندنا المسكه الحره. الان غادي نمشي نطحن هاد المقادير، اي زنجلان والكاوكاو مع هاد المقادير كيف ما غتشوفوا، ونطلق معاكم. كيف ما كتشوفوا الان غادي نطحن كاوكاو، يعني غادي نميلو، اللي بغى يخليه شويه مقرمش يخليه، كل واحد على حسب الذوق ديالو. غندير واحد جوج معلقات هنا ديال السكر سنيده، الغزاله ديالي هنا رجعت لكم من بعد ما طحنت الكاوكاو والزنجلان مع 200 غرام ديال السكر سنيده اولا السكر صحيح بحال بحال اللي بغيتو ديروه. غنضيفو جوج معلقات ديال القرفه، المسكه الحره بقيتها بشويه سنيده باش غير باش تدق لينا. غندير ثلاثه المعالقات ديال الزبده، شفتوا الزبده من بعد ما دورتها ثلاثه المعالقات البنات هما اللي غنديرو. كاملين، وغندير ثلاثه المعالق اخرين ديال ما زهر باش نجمع هاد العقده ديالي، ونحاول نجمعها باليد ديالي حتى تجمع مزيان. وها انا معاكم، الا خصها شويه ما زهر نديروه، حنا غرضنا غير تجمع لينا العقده ديالنا. راه كتجي هائله البنات، كتجي غزاله شهوه منها. بيان سيغ غادي نطيبها في الفران، ما كنقليش، يعني القليه راه مضر، راكم عارفين حنا كنتاجو الحوايج اللي كتكون صحيه. المعسلات اللي كندير كلهم ما كنقليهمش قليل قليل، الى الى مره مره عاد كنقلي. اغلبيه الاحيان كندير في الفرن، راه كتجي هائله وكتبقى مقرمشه البنات، ما كتجيش يعني دايره رطبه بزاف، كتجي مقرمشه كتبقى فيها هذيك التقرمشه ولو كطيب في الفرن. حيت بزاف الناس كيقول لك لا ما نديروهاش في الفرن، ما كتجيش مقرمشه، بالعكس كتكون صحيه ومقرمشه. غادي نزيد شويه ما زهر حتى تجي عليا، البنات ما قلتش لكم راه درت قبيصه ديال الملح لتعديل الذوق، دائما غير شويه الملح فقط لتعديل الذوق. وهانتوما معايا حتى نجمع هاد لاباط اللي غادي تكون هي الحشوه ديال هاد الباكلافا التركيه. صدقوني يا البنات الا جربتوها ما غتبقاوش تستغناو عليها، دائما كل رمضان تكون هي اللي يعني عروسه المائده. بيان سيغ ما يعني ما كاين، حنا عندنا المغاربه شباكيه ضروريه في المائده المغربيه، وانما حتى هذه هاد الباكلافا التركيه بلمسه مغربيه، حيت ضروري دخلنا فيها القرفه ما زهر، مسائل مغربيه قحه، راه كتجي هائله كتجي زوينه البنات. نحاولوا ما نجريوش هاد العقده باش ما تسيحش لينا في الفرن.
الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا ورقه الفيلو راها طري سونسيبل، يعني دغيا دغيا كتقطع، يعني خصنا نخدمو بها ونحافظو عليها باش ما تشرقش لينا اولا باش ما تقطعش لينا. ناخذو ديك الوريقه جوج وريقات اللي غادي نبداو نعمرو، واللي بقى لينا غادي نعطيوه نغطيوه بالبلاستيك الغذائي اولا بواحد المنديل يكون نقي على جنب، ما نخليوهاش عريانه باش ما تنشفش، الا بقات عريانه غتنشف وغادي تضيع لكم الورقه. الان انا خديت واحد جوج الورقات دهنتهم بالزبده، بيان سور كندير دي بودانغ بداك العماره ديال هاد الحليوه اللي غندير اي الباكلافا، وغادي نبقاو نروليو فيها كيف ما كتشوفوا. غنديروا واحد دي بودانغ طوال وانتمو جايين وكنروليو فيها ونحاولوا ما نزيروش، كنلويو في الورقه نعمروها بيان سور وما نزيروش البنات، الا زيرناها ما غاديش تاخذ راحتها في الطياب. غنحاولوا ندورو مزيان وما نزيروش كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. الورقه راها رائعه في الخدمه، غير هي حافظوا عليها باش ما تقطعش ليكم. اون فوا روليوها كامله غادي نحطوها في الصينيه اللي غندخلوها للفرن، ونفس الطريقه نديروها لجميع الورقه اللي غتبقى لينا. دونك غادي ندهنو بالزبده ونعمروها بالعماره ديال الكاوكاو اللي درت معاكم، ونحطوها في الصينيه ديال الفرن. قبل ما نكونوا وجدنا الصينيه نكونوا دهناها البنات بالزبده، الصينيه ضروري ما ندهنوها بالزبيده اولا الزيت. راه كتجي هاد الباكلافا التركيه بلمسه مغربيه رائعه وهائله البنات، كيف ما قلت لكم من قبل غتعود معتمده عندكم. نحاولوا عاوتاني، ها هي الورقه الثانيه، انا غندير معكم جوج المرات ولا ثلاثه ديال ليكزامبل باش تشوفوا. هاد المره الثانيه كنعاودها قدامكم باش تشوفوا، كنوضح لكم مزيان في هاد لا فيديو. كندهنها مزيان بالزبده الورقه، وكنجيب العماره ضروري غندير دي بودانغ طوال اولا غرولي داك غرولي هذاك الكاوكاو ونحطوه، ونبداو نلفو فيها بالطريقه اللي غنوريكم. غير هي فاش بداو تلويو فيها ما تزيروهاش البنات، حيت فاش كتبدا طيب الباكلافا ديالنا في الفرن راه باش تلقى كيفاش حكيت كتنفخ واحد شويه باش ما ترطقش ليكم وما يسيحش ليكم داك الخليط اللي غيكون لداخل. نحاولوا ما نزيروش البنات، ها انتما كتشوفوا الطريقه، ونبقاو على هاد الطريقه حتى نكملوا الحلوه ديالنا اولا المعسله ديالنا بنفس الطريقه. البودانغ اللي درتو غادي نحطو في الطاوة ديالنا واحد حدا واحد حدا واحد، من بعد غادي ندهن كل شيء بالزبدة البنات كيف ما غتشوفوا معايا. غندهن كل شيء في الزبدة وندخلها الفرن طيب على درجة الحرارة 180، وكل واحد والفرن ديالو. منين غادي طيب الباكلافا ديالنا غادي تشوفوا النتيجة النهائية ديالها، راه كتجي البنات روعة 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 كتحمق. راه اون فوا ديروها ما غتبقاوش تستغناو عليها، وسيغتو بهاد الورقة ديال الفيلو. الغزاله ديالي انا قطعتها غندخلها للفرن كيف ما قلت لكم من قبل على درجه الحراره 180، ان شاء الله منين تخرج من الفرن ها هي معاكم. والباكلافا ها هي وجدات كيف ما قلت لكم من قبل، خرجت ذهبيه بلون هائل، لون مقبول، لون زوين بزاف كتشهي البنات، جات مقرمشه زوينه كتحمق البنات رائعه. نبقى نشكر فيها واخا نبقى نشكر فيها ما غاديش نقول لكم حتى تجربوها وغادي تشوفوا بعينيكم البنات، كتجي هائله. والنقطه الاساسيه اللي بغيت نقول لكم كنسقيوها وهي سخونه، اون فوا نخرجوها من الفرن نسقيوها سيغ بلاص، اما بالسيغو اولا بالعسل لكم الاختيار، اللي كيبغيها حلوه بزاف
استيعاب يعني بواحد الكمية اللي هي مهمة من الإنسان، مهمة كياكل كريدة وبزاف اسقيها غير قياسها الآن. داك العسل غير قليل وغنخليوها في صينية الفرن حتى تشرب داك الكمية اللي درنا ليها نسيعو اللي سقيناها بيه أولا العسل حتى تشرب على خاطرها. وبالصحة والراحة، وهذه هي وصفة اليوم، البقلاوة التركية بلمسة مغربية، كتجي روعة البنات. نتمنىكم تجربوها، راه كتجي هائلة، زوينة في المذاق، رائعة في المنظر. لهذا غادي نستفوها في لابواط ديالنا ونحطوها في الطبيصيل بشكل راقي، يعني نديرو قويطات ونحطوها. راه غتشوفوها يعني في الطبق الرئيسي اللي غنجيب لكم، كتجي زوينة بزاف. كيف ما كتشوفوا انا غادي نوريكم واحد الوحدة كتجي مقرمشة البنات، كتجي هائلة زوينة مقرمشة. شتو لحقتاش هاد الورقة اللي كنخدمو بها هي الفلورة، غنتميزة بزاف البنات. ورمضان كريم لينا وليكم بصحة وبسلامة وبراحة البال وبجميع المتلازمات. إلى فيديو آخر بحول الله، نخليكم هاد الأقراص الرائعة. باكلافا تركيا.